بالنسبه للطريق راه يعني راه باينه يعني الحفاري بالنسبه للغبره بالنسبه لسميتو. حنا اول حاجه بعدا تلقاو مشكل مع لي كليون ديالنا يعني تلقى مشكل يعني ما كاتبغيش تهبط تتولي معاهم، لان بالنسبه للطوموبيل عندها حاله ميكانيكيه اللي هي صعيبه شويه، يعني تتهبط لهنا مثلا دوفوها في النهار ولا ثلاثه المرات يعني ما بقاش الطوموبيل. بالنسبه للطاكسي يعني ما بقاش طاكسي، يعني الروتيلات لي مونتو سير البنوات كتبدلهم في 3 شهور ولا في 4 شهور. يعني بالنسبه لينا راه ما وحنا هضرنا على هذه المساله يعني ديال الطريق. بالنسبه للطريق ديال واد عياد يعني ما لقيناش ليه الحل، يعني هضرنا عليها وهضرنا ولكن اخويا الحل ما كاينش. يعني تصايبات بالنسبه للمقطع الفوقاني ربما راكم شفتوه، وبالنسبه من الشاطو لهنا راه كاين مشكل كبير يعني تنعانيو بالنسبه لاصحاب الطاكسيات. حي ولاد عياد واحد الحي اللي تيتميز بكثافه سكانيه اللي هي كثيره بزاف، وفي التقسيم جا هو المركز الرئيسي ديال المدينه وتيعاني من بزاف ديال الحوايج، ومن ابسط الاشياء العيش ديالو منها التعليم اللي منها الصحه واللي منها هذا الشارع هذا اللي شوف الحاله ديالو كي دايره، شارع ما تصايبش لينا وكما تنشوفوه وراء الطريق الرئيسي ديال السوق الاسبوعي، ومازلنا تنعانيو هذه الحاله هذه. حي ولاد عياد اللي تيفوق 30 الف نسمه اللي ولا عنده الحق في جميع المرافق الاساسيه اللي منها السبيطار، تبغوا ندقوا برا ما تنلقاوش فين نمشيو، الطوبيس كما تنشوفوا ما كاينش واحد على شحال اللي تيدوز، ما عندناش اعداديه بحيث ان التلاميذ وليداتنا تيطلعوا مسافه ديال 12 كيلومتر باش غيقراو في الاعداديه في ولاد حمده اللي هي بعيده، ما عندناش ملحقه اداريه، ما عندناش مستوصف، ما عندناش الامن بالمنطقه، التبليط ديال الازقه تيعانيو الناس بزاف سيرتو في الوقت ديال الشتاء، تتولي واحد الحاله اللي هي كارثيه. وحنا ما فهمناش هذا الاحتقار كامل منين جا، ما فهمناش هاد ولاد عياد لاش كتصلح بالنسبه لهم هما. ملي سبق لينا دفعنا طلب للمجلس البلدي في 2020 وما استجبش لينا، تنسمعوا وعود في انتخابات فقط، حنا غنديروا كلشي غيطبق، حنا غنديروا، واستغلوا الضعف ديال الساكنه وهاد المرافق اللي ما عندهمش هي علاش تيبنيو. حنا غنصايبوا اعداديه، غنصايبوا طريق، الزناقي، المسائل، ولكن تتفوت الانتخابات ما تتبقى حتى حاجه، كلشي تيتبخر وكلشي تيمشي. الان تنطالبوا وتنعاودوا نطالبوا لان الساكنه ما بقاتش راضيه على هذا الوضع هذا اللي كتعيشوا، اللي تتشوف التهميش كامل تنعيشوا حنا. وحنا اللي حي تنتمي للمجال الحضاري، في الوقت اللي تنشوفوا حنا عروبيات خارجين على المدار الحضاري تعيشوا حسن منا وعندهم مرافق اللي هما حسن من هذا الحي، لدرجة حنا الطوبيس باش تشوف القمة ديال سوء التسيير، والطوبيس ما عندناش البلاكة ديالو، تنسمعوا وقف حدا الخروبة بلاكة وذاك المقر ديال الانتظار فين تيكونوا الناس ما كاينش. يعني ولاد عياد تتفتقر لكل شيء وما كاينش اللي تيدوي عليه. لحد الساعة المجلس اللي فات كانوا ناس هنا زوينين دواو وتبرمجوا بزاف ديال الحوايج، منهم عبد الصادق منهم عبد الحفيظ، ولكن حتى حاجة ما تحطات على أرض الواقع، حيث الساكنة تطالب بالعمل على إعادة هيكلة الحي، وهذه النقطة خاصها توصل حتى هي لأنها جدية، بمواصفات تليق بساكنته، خاصة وأنه يحتوي على أكبر نسمة سكانية في غياب صريح لكل المرافق العمومية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية. وشكرا. كنطالبوا خويا بهاد الطريقة هادي باش تصاوب لينا، راه حنا تكرفصنا، الحديد تيتكرفص، حنا مكرفصين، الغبارية كلشي نايض، راه لا إله إلا الله محمد رسول الله، بنوة تيمشي وكلشي تيمشي. الطريق تتحفروها ما كتقادوها ما والو، داز الواد الحار داز كلشي، تبقى على الكودرور راه مازال ما داش، حنا تكرفصنا كيمشيو لي زامونتيسور، كيمشيو بنوات روايد كلشي كيمشي، لا اله الا الله كلشي كيتكرفص، الطوموبيل راه تتاكل في العصا هكاك. يعني انت كتخرج ترزق على داكشي اللي تيجيب الله، تتخسر على الطوموبيل ديالك، خاصك دابا الا ما تصاوبش هاد الطريق غادي تولي تضطر انت، تيقول لك واحد ولاد عياد تقول لي اخويا لا راه الطريق مكرفصه وكذا، تتولي انت دابا تضطر تجري على كليان ديالك ما كتعاملش معاه على هكا على حساب هاد الطريق هادي.